أتذكرون هذا الرجل الذي أنقذ حياة طفل في فرنسا ومنحه الرئيس الفرنسي الجنسية؟ قد تكون الرشقة التي بدا عليها في التسلق منبعها من هنا، على أسوار سبتة وميلينا، على الحدود المغربية الإسبانية. فلكم خاض المهاجرون المعارك على الأسوار وفوق السياج، فهم لا يريدون أن يرجعوا بعد أن وصلوا إلى هنا، حتى وإن كان الثمن حياتهم. هذا بالضبط ما تثبته الفيديوهات التي توثق مخابئ مجنونة ابتكرها المهربون والمهاجرون ليصلوا إلى مبتغاهم. فهل يمكن لك أن تتصور وجود رجل أو اثنين هنا عند أطراف محرك السيارة التي بالكاد يستطيع الميكانيكي إدخال يده بها لإصلاح عطل ما؟ البعض اختار أن يتون نفسه وسط القمامة المخصصة لإعادة التدوير أثناء تصديرها إلى إسبانيا، بينما تستغرب قوة التحمل عند هذا الشاب الذي اختار أن يتحول إلى كيس من الإسمنت كرمى لعيون الحلم الأوروبي. خيال أحدهم كان أوسع، وكان ينتظر اللحظة التي يفتحون فيها الفراش إيذانا بوصوله إلى الضفة الأخرى، لكن المفاجأة كانت قاسية حين استقبلته الشرطة بالترحاب والقيود. سيارات كثيرة يتم تعديلها لأغراض تهريب البشر والوصول إلى الدول الأوروبية، ويدرس المهاجرون وسائل النقل بعناية فائقة وأماكن يمكن الاختباء فيها، أقل ما توصف بأنها على حافة الموت. وكأن أجساد المهاجرين من مطاط حتى انطووا على أنفسهم، وكثيرا ما تجد رجلا بطول وعرض داخل حقيبة سفر صغيرة. ما يقوم به المهاجرون غير الشرعيين يشبه المعجزات أحيانا، فهم يغيرون قوانين الفيزياء والطبيعة في لحظة. وبالتأكيد فإن صناع هذه السيارة التي قالوا إنها مخصصة لأربع ركاب أو خمسة كحد أقصى، ها هي تتسع لستة بل سبعة بل ثمانية بل إن فيها 15. وبعد الماراثون هربا من حرس الحدود والمشي لآلاف الكيلومترات وملاحقة الشاحنات ليستقلوها إلى وجهة هم لا يعرفونها أبدا، وما يتخلل هذه المغامرة من عقبات وعقبات، يصبح هذا الفرح مبررا ويحتاج دموعا وقبلات قبل رفع علم الاتحاد الأوروبي إيذانا بأنهم صاروا جزءا منه حتى ولو بالإكراه. كم هو حجم الأسى والإحباط الذي دفع بهؤلاء إلى دفع ما جنوه في حياتهم لتجار البشر حتى يخترعوا لهم طريقة هي أقرب إلى الموت، من قربها إلى جنة البلاد التي يحلمون أن تطأها أقدامهم حتى وإن كان ذلك زحفاً.